يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وبين قوله سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون؟ أليس الظل ناتجا عن الشمس وقد نفيت في الآية الأولى؟ إيه نعم، الجنة ما فيها شمس ولا زمهرير، ما فيها شمس ولا فيها حر، وقيل الزمهرير القمر، ليس فيها شمس ولا قمر، وبالتالي لا يكون فيها حر ولا يكون فيها، كلها ظل، ما ظل ممدود ليس فيها، كلها ظل، كلها ظل، ظل ظليل. نعم.